بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم بإذن الله أطيب الوصفات. معنا عندي إن شاء الله وصفة كتير كتير سهلة وبسيطة. عندي وصفة الحلبة الفلسطينية، يعني المقادير متوفر بالبيت، وإن شاء الله بتعجبكم طريقتها ووصفتها وبتجربوها. عندي هون بدي أحضر أول شيء مقادير القطر أو الشربات. بدي عندي هون احط 3 كاسات من السكر. انا الكاسة اللي بعرفها هي كاسة واحدة مقدارها 220 ملي. بدي احط 3 كاسات من السكر و3 من المي. طبعا الكاسة اللي بنعير فيها بدنا نعير فيها كل المقادير التانية تاعت الحلبة. اول شي انا عملت هلا القطر، هني حركت السكر والمي. بسم الله الرحمن الرحيم، بحركهم منيح طبعا، وبحطهم على الغاز لا يغلو، يعني شي 10 دقايق. بدي احط قطعة ليمون. طبعا قطعة الليمون انا لما يغلي منيح برفعها ما بخليها. هيت حطيتهم على الغاز غلو. هيني بدي احط فيها معلقة من يعني حوالي المعلقة الكبيرة نصها، مش كتير، من السمنة للطعم، بتعطي طعم اطيب. هيك عندي انا استوى الشربات، بدي اسيبه يبرد ونروح نجهز عندي مقادير وصفتنا. هون عندي بسم الله من السميد، هاي اول كاسة وهي الثانية، هاي يعني 3 كاسات ونص من السميد. السميد بده يكون نوعا ما خشن. ومن الطحين عندي 2.5 كوباية، طبعا مثل ما قلت مقدار الكاسة هو عندي حبة كبيرة هاي من حبة البركة او الازحة، والسمسم المحمص عندي هاي 2 معلقة ورشة ملح، وهون معلقة صغيرة من البيكنج بودر، الخميرة هون حوالي 1/2 معلقة صغيرة، يعني مش كتير انا بحط خميرة. وهي عندي من الحلبة الحب اللي انا غليها 2 كبار حوالي. طبعا الحلبة انا غليتها، وهي ما عندي بدي احط كمان 2 معلقة من السمنة للطعم، طبعا اختياري اذا انتو بتحبوها هذا بيرجع لكم، بس بلاقيها برضو مميزة نحطها بالوصفة. وعندي هون من زيت الزيتون خلطته بزيت نباتي كاسة، نفس الشي بمقدار الكاسة اللي 220. طبعا الحلبة انا قبل بيوم حطيت 2 معلقة من الحلبة كبار غليتهم على الغاز، وطبعا لتاني يوم بكون تنقعوا وبعطوني الوصفة اللي انا بدي اياها، يعني بتعطيني طعم اطيب للحلبة. المفروض قبل بيوم ننقعها ونغليها، يبقى نفس اليوم طبعا ما بتعطي النتيجة اذا نقعناهم وغليناهم، بكون قبل بيوم افضل. واذا بدكم تخففوا مرارة الحلبة بتحطوا حوالي 2 معلقة صغيرة من اليانسون تغلي معهم. هيك هلا انا بلشت هني اخلط المقادير اللي حطيتها كلها مع بعض. شايفين السمنة والسمسم والازحة والبيكنج بودر والفاني والخميرة، هيات كلياتهم شايفين، عشان يتجانسوا كلهم مع بعض، يعني برم مع بعض، نفتلهم منيح نفركهم. شايفين ما يضل فيها ولا كتلة، اذا اساس مثل ما قلت الزيت والسمنة مع بعض. هاي اول كاسة من الحلب اللي قلت انا غليتها، شايفين كيف لونها، عندي 2 معلقة مثل ما قلت حطيت وغليتهم قبل بيوم، هاي بتعطي اللون، شايفين كيف لونها. بسم الله الرحمن الرحيم، بكون لونها داكن اكتر، بتعطي نتيجة افضل. اي شوي شوي هيني بأشربها بعجنها، يعني بأطراف الاصابع، شايفين طرف الاصبع انا بعجنها. هاي شربت اول كاسة العجين منيح. بسم الله الرحمن الرحيم، هيني بدي احط كمان كاسة من الحلبة، هاي 2 كاسات، يعني الوصفة اخذت عندي هون 2 كاسات منيح، يعني بالماء بالراحة. ممكن انتو بتحبوا تزودوا اذا حسيتوا العجينة مش كتير يعني شربت، بتزودوا لها شوي كمان 1/4 كاسة من الحلبة. بسم الله الرحمن الرحيم، خلط فيها هيك بخفة باصابع الايد، طبعا ما بنعجنها تعجين، هاي تقليب لفوق خفيف. بسم الله الرحمن الرحيم، وهلأ بدي اسيبها ترتاح حوالي شي 1/2 ساعة، الافضل تخمر يعني. وعندي جبت صينية هون
دهنت فيها معلقة كبيرة من السمن، ممكن تدهنوها بطحنية أو شوية زيت وطحين، طبعا هذا بيرجع لكم. أنا حبيت أدهنها بالسمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أي أدهن الأطراف كلها والجوانب كلياتها الأفضل. طبعا أنا هون ريحتها شي نص ساعة، أنتم ممكن تريحوها أكتر، كل ما ريحنا أكتر بتعطي نتيجة أفضل وبتخمر معنا وبتكون خميل شوي. إذا بتحبوها خميلة أو رقيقة هذا بيرجع لكم. الخميرة بتلعب دور، لأنه أنا شوي خمرتها وحطيت فيها بيكون بودر يعني مش كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي جبتها هون بعد ما ريحتها وبدي أفردها. حطيت هون عندي من معلقة الحلبة، مية الحلبة معلقة كبيرة، بالأصابع بدي أمدها. شايفين كيف العجينة طرية؟ لازم تكون معنا بهيك شكل، ما تكون يابسة. إن كانت يابسة هتطلع معنا محجرة طبعا، وما هتشرب القطر وما هتزبط. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي بتفرد معنا بكل سهولة، بطرف الأصابع هيني بمدها. طبعا الصينية هذه وسط نوعا ما، بتطلع عندي خميل شوي. إذا بتحبوها تكون رقيقة بتكبروها بالصينية، بتكون أكتر تحط يعني الصينية تكون أكبر من هيك شوي. هاي حطيت من مية الحلب برضو فردتها، بتعطي لون وبتعطي طعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي زبط الجناب كلياتها، نمدها منيح بالصينية. بسم الله. نسويها مسواة واحدة، أنا عم سوات بعض. وهلأ عندي أنا سكينة بدي أقطعها، طبعا التقطيع حسب الرغبة اللي أنتم ممكن تقطعوها قطع عادية، مربعات، قطع بالورب، يعني هذا بيرجع لكم. أنا بدي أقطعها تقطيع بشكل تاني، بدي أقصها هيك من النص وبعدين من الأطراف وأعمل بيها فيها تشكيلة يعني زي المربعات بالورب. هاي تعطي تشكيل، هذا كله طبعا حسب الرغبة التشكيل بيرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شايفين بالشكل البيضاوي، قطعت هيك من النص أربع قطع وبعدين من النص الثاني وبرجع بعيد عليها بالعكس. هاي بسم الله. طبعا أنا حميت الفرن، هاني لما قطعتها حوالي 100 درجة الحرارة، 180 درجة، وبدنا نحطها بالفرن. يعني لازم تشوفوا هيك، تنتبهوا لهيك شغلة، نحطها بالفرن من تحت لما يحمر اطرافها قل شي نص ساعة. بعد بيحمر اطرافها بنحمي عليها من فرن من فوق شي 10 دقايق ربع ساعة. انتو بتراقبوا الوجه، يعني بتاخد معنا من تحت شي 30 35 دقيقة، من فوق شي 10 دقايق. لازم من تحت نتأكد انه الجوانب استوت عنا وتحمرت، وإلا طبعا حتطلع معنا من تحت معجنة وما حتشرب معنا القطر. اي هيك شايفين بهيك شكل انا عملتها، يعني كله اختيار التشكيل حسب الرغبة. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تحطوا عليها فوق لوز، فستق، يعني عين جمل التشكيل، او تخلوها بشكل هيك. هيتنا هلا مثل ما قلت بدي احطها بالفرن على 180 درجة، ومثل ما قلت لكم من تحت نحمرها. هاي شايفين هاي شكلها طلعت عندي بعد ما حمرتها. شايفين كيف الطراف حمر؟ القطر بده يكون بارد اللي بردناه تمام، وهي بدها تكون طبعا ساخنة طالعة من الفرن منشان تشرب معنا القطر اللي بردناه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هلا نسيبها شي 5 دقايق بتشرب القطر كله تمام، وبنرجع لها وهي شارب القطر. بعد 5 دقايق نسيبها منشان تتشربه كله. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شايفين لازم الطرف كنا نتأكد انه جوانبها كلها حمراء مشان تشربوا. بسم الله. هاي شايفين بعد ما شربت القطر، هاي شكلها النهائي ولونها، شايفين كيف محمر. بدي اطلع شقفة صغيرة نشوف، نعيد على القطع. اذا بتحبوا انتوا بتحبوا تعيدوا على القطع اللي قطعناهن قبل، طبعا انا يعني ما احتاجت مقطعين وجاهزين. هاي شربت القطر معنا، بدنا نطلع شقفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف شكلها عنا بعد ما خلصت وجهزت. بسم الله. اي بكل سهولة يعني بتطلع. هاي شكل، هاي شقفة. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. طلع الثانية طبعا كتير طعمها طيب. في ناس بتحبها وهي ساخنة، ناس وهي باردة، بس انا بلاقي طعمها وهي باردة بتكون اطيب كتير. هاي شايفين لونها كيف، يعني في ناس بتحب تحط معها من اللون كركم او عصفر عشان تعطي لون، بس انا هيك شايفة طعمها وشكلها ولونها يعني بالحلب اخذت اللون الطبيعي. هاي وان شاء الله بتعجبكم هالطريقة وبتجربوها. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك من الشير، وبنلاقيكم بفيديو تاني وبامان الله.